السلام عليكم، أنا دكتور أسماء. بالنسبة لجلسات الاسترخاء، ممكن مثلا حد دلوقتي هو بيسأل عايز يعرف القيمة اللي هيستفيدها من الجلسات. أول حاجة خالص، ربنا قال لي في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. زي ما أنا قلت لكم كتير، إن بيبقى جوه كل إنسان زي مثلا حيطة سد واقفة عن اي حاجة هو عايز يحققها في الدنيا، سواء مثلا قلق، خوف، حزن، في حاجات كتير جوه النفس. وفي نفس الوقت كل واحد مننا عنده اهداف وعنده طموحات وعنده حاجات عايز يحققها. فالحاجات اللي موجودة جوه دي من ظنون وافكار ومعتقدات، دي بتقف عن تحقيق الهدف اللي هو عايز يوصل له ايا كان في الدنيا. فانا عملت صممت جلسات الاسترخاء دي، هي وسيلة لان هي تخش جوه تكسر كل الحاجات اللي والظنون والأفكار والمعتقدات من يوم ما أنت أو أنت اتولدت لحد اللحظة اللي احنا فيها دي. وبرضو صممت جلسات تانية ليها علاقة بتجديد الطاقة وليها علاقة بتحقيق الأهداف وإزاي توصلي فعلا أنت تحققي هدفك بسرعة البرء بإذن الرحمن الرحيم. فجلسات الاسترخاء دي هي عبارة عن أنا بخش جوه النفس بتطبيق أمر من ربنا، اللي هي واللي تنظر نفس ما قدمت لغد. هي عبارة عن جلسة مديتيشن أو خيال. أنت بتحطي الهيدفون في ودنك وبتغمضي عينيكي وبتعملي الخطوات اللي أنا بقولها كلها زي ما بتكوني رايحة رحلة جوه نفسك. يمكن أول مرة تجربوها والله هتدعولي، وخاصة خاصة في رمضان تحسوا بفرق شاسع جدا. هو دي جلسة الاسترخاء، بتعمليها كل يوم أو بتعملها كل يوم أفضل أوقاتها قبل الفجر وقبل المغرب. مع الاستمرار في الجلسات دي، أولا بتشيل كل القلق، خوف، حزن، توتر، حساس بذنب، توتر، أي شد عصبي، أي حاجة واقفة على نفسيتك. دي جلسة منهم. في جلسة تانية لتجديد الطاقة، إزاي إن أنا أبدي أتنشط ودخل الحماس والحيوية تاني بربنا. الجلسة التانية تحقيق الأهداف، إن أنت بتحط هدفك وبتوصل له، لأن والله هدفك مش هتوصل له إلا لما تشوف صورة قدامك. رقم 4، في جلسة تانية اللي هي بتاعت إن هي بتنشط الذاكرة. دي بتشتغل على حاجتين، على الطلاب وعلى الناس اللي هي سنها كبير شوية أو الناس اللي خايفة يجي لها زهايمر أو تنسى. دي تنفع برضو لأي حد. وفي الجلسة الأخرانية اللي هي نفسه مطمئنة، دي بقى حلوة جدا، مزيج من الأربعة. فبأمر الرحمن الخمسة دول عاملين زي ما يكونوا بيخليك تتولد من جديد، تتولد من جديد بجد، مش يعني بمعنى الكلمة، خاصة في رمضان. يا رب أكون جاوبت لكم على السؤال اللي هو إيه معنى جلسة الاسترخاء في التسجيل البسيط ده. وإن شاء الله بمزيد يا رب من التوفيق والراحة النفسية والطمأنينة كده تخرج لكم كلكم. شكرا.